اهلا وسهلا اهلا وسهلا، الشقه نورت. خطوه عزيزه، اهلا اهلا. معلش بقى الشقه مكركبه، معلش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي حضرتك، اتفضلي يا نور. سمعتمت؟ قولي يا اخويا، سمعتمت؟ ايوه يا فندم معاك. اخر مره الشقه دي اتبيضت امتى؟ اتبيضت والله يعني متهيألي من مده طويله، مش فاكر بصراحه، لكن هي الظروف بس ما كانتش مناسبه ان انا يعني اعمل الموضوع ده، لان انا امي الله يرحمها كانت مريضه وكانت ملازمه الفراش على طول. اتاري الشقه ريحتها معرض والحيطان باينها كده شربت الريحه، قصدي يعني مكمكمه. طب اتفضلي حضرتك، تعالي ونوره. بصي على اوضه النوم شرحه وبرحه. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سمعتمد، هو انت يا اخويا ما بتفتحش الشبابيك دي خالص؟ اصل انا حضرتك اغلب الوقت في الشغل، فيعني برجع من الفندق على الورشه. طب اتفضلوا بصوا كده، بص على اوضه النوم. اتفضلي يا نور، اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. واسعه نوره. مش عايزه يا بنتي تشوفي حاجه تانيه؟ المطبخ والحمام دول اهم حاجه عند الست. طبعا، اتفضلي اتفضلي. هو فين؟ شمالك. اهلا وسهلا. اهلا بك يا ابني. اتفضلي خدي فكره ست الكل. ماليش لزوم يا ابني، المهم نوره تشوف. اهلا وسهلا. اهلا يا ابني. ويمكن حضرتك المطبخ اكتر حاجه في البيت تكون متبهدله، ده يعني عشان قله الاعتناء، لكن البركه فيكي بقى يا نواره. ونواره هتعمل ايه؟ الشقه دي ما تنفعش للمعيشه ولا للعشره الطيبه ابدا. الشقه دي عشان تبقى شقه بجد، الحيطان دي كلها لازم تتفور وتنزل على الارض، وعفش جديد وارضيه جديده. ممكن، بس انا متهيألي ان هو محتاج يعني شوية صيانة. صيانة؟ تقصد إزالة؟ نوارة جرى إيه ياما؟ ما أنتي شايفة الشقة قدام عينيك أهو. يوه، بعد إذنك يا ابني. طب الحاجة الساعة اتفتحت. ده زي ما يكون دفن أمه اللي ماتت جوه الشقة ياما. حصر عليا. قالوا أنا اللي زهقت من ريحة الفانيليا والسكر والسمنة. يا بت، الواحدة عايزة راجل مش شقة. وعزة جلال الله. بس وطي صوتك، احنا في الشارع. لا، هتفرج علينا الناس. وعزة جلال الله ياما، ده لو كان ظابط وعلى كتفه نسر، ولا كان طيار وعلى كتفه اربع شرايط، ولا كان مهندس بجد مش فني تكييف، ويقول لي عيشتك هتبقى في المقبرة اللي احنا كنا فيها دلوقتي دي، اقول له برضه لا. طب ايه قولك بقى؟ ان عاطف كان عنده حق. اللي يعيش في شقة زي دي ويكون فرحان ومبسوط بالشكل ده، ده لا ممكن يكون بني ادم عيد الابد. اكيد فهمنا. حصل اعتراض على الشقة؟ الموضوع شكله مش هيتم يا رشوان، طلعالي في العالي قوي. عايزين اهد الشقة واعملها من اول وجديد، عفش جديد بقى وافور المطبخ. هو انت هتتجوز عزبة ولا أرملة ولا اكبر منك في السن علشان ترضى باللي موجود؟ دي بنت بنوت ونوارة، نوارة اللي انت ماسك فيها ومتبت. ما انا يا رشوان لو عملت الموضوع ده يبقى محتاج بحر فلوس. اذا كانت ظروفك ما تسمحش دلوقتي، اجل جوازك لبعدين لغايه ما ظروفك تبقى تسمح. ما اقدرش. ليه؟ مالك يا معتمد، في ايه؟ يا اخي الكريم، انا بحتلم كل ليله. بارك الله. وحتى بعد الاحتلام الشيطان بيوسوس لي بحاجات تانية. اعوذ بالله. اغتسل وتوضا وصلي، وعليك بالصوم. بعمل كده بس. بس ايه؟ المفروض ان الاحتلام ده بيهدئ من ثورة جسدك، والصلاة ترطبه، والصوم لك وجاء.
بيحصلش. ما بيحصلش. لا انا مبلغ امرك ده لسيدنا الشيخ شفيع، يمكن يقدر يوفق. يا ساتر، ده انت حالتك حاله كل ليله. ده انت موجك عالي قوي. انا عارف يا ست نعناعة. طب اسال عليها. هم دول برضو بتسال عليهم؟ اسال عليها انا. امور يا استهانة. بقول لك ايه والنبي، تحت امرك. عايز اقول لك على حاجه. كان في بنت بتبيع فرن هنا، ما شفتهاش؟ اه دي مبسوطه. هي اسمها مبسوطه؟ اه هي اسمها كده. طب امال هي فين؟ لا معلش بقى، هي اصلها النهارده يا استهانة فاكانس. فاكانس؟ اه. يعني ايه فاكانس؟ فاكانس يعني عطلة رسمية. عطلة رسمية. اه من اذن. ايه يا عم فوزي؟ انا عارف مكانك شغالة يا ست نعناعة. ايه رأيك بقى؟ انا مش رايحة الفرح بتاع النهاردة. انا كمان فاكانس. ليلتك فل على الطوفة. جايبلك معايا زباين. رزقهم كان حلو وزي الفل الحمد لله الليلة. فكانوا عايزين يتعشوا كفتة. قلت لهم بلاش الكفته عشان هتجيب لكم حموه على الصدر. ها حموه، فقلت عشوهم بسبوسه. ده هو يا عم. لا شبه وبس يعني. ده يبقى وصل يا صاحبي وعدى الفلنكات. الله جرايا عم عاطف، مالك ساكت ليه كده؟ ما تقطع البسبوسه. بقول لك ايه، اعمل لكل واحد فيهم طبق قصير. رجب خد اصحابك وعشيهم بره، هم اتفرجوا على الصوره. جيب من الاخر، عايز ايه؟ حاجه بسيطه خالص. انا اللي الشرف زيك. مش فاهم. صورة حلوة كده زيك مع الكابتن وكام لعيب من اللعيبة، يعملوا بردك للواحد ايه مع معاطف. ماشي يا فرخ، سيبني بس اتقرب من الكابتن واللعيبة ونتصرف في كاميرا تخصنا. ماشي يا عم، قرب انت من الكابتن براحتك وسيب موضوع الكاميرا ده عليا. يعني ما قلتش حاجة يا أبو الباشا؟ قلت سبحان الله قادر على كل شيء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. لكن العز الجامد قوي دي فجأة كده بين يوم وليلة كده هو هتتحير. هو هيشتري كم فدان قلتوا لي؟ اتنين فدان وتلت يا حضرة العمدة، حتة واحدة، ودفع فلوسهم كاش 15,000 جنيه، رزمة فوق رزمة. لما الواد سطوحي قصاص الحمير يلبس جلابية كشمير ويلف شال أبيض حوالين الطاقية بتاعته ويلبس مركوف في رجله، نقول هي أي حاجة ومقدور عليه. إنما يشتري فدانين وتلت ويدفع فلوسهم رزمة فوق رزمة فوق رزمة، لا دي حاجة فيها حاجة. ياد يا شرقاوي تعالي. عمرك حتت رمدي تاخد الركوبة بتاعتك وتطلع تجيب لي الواد سطوحي من بلده، وخليه يجيب العدة معاه، ما يجيش من غيره، يجيب عدة القص معاه. قل له العمدي عاوزك تروج له الركوبة بتاعته النهاردة. حتت العمدي؟ ايوه النهاردة وبسرعة. صحيح، مخ عن مخ يفرق.
مشكلة إن الركوبة بتاعتي مش محتاجة قص. أها. يبقى هاجي من غير العدة بتاعتي. لا، العدة قبل منه. عشان ما ينساش نفسه. ناقص حاجة بسيطة عايز أقول لك عليها يا أبو الباشا. قول يا عوضين. بلغني إنه اشترى دار جديدة كمان. بسرعة يا هلا. سلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك. الله، الدار القديمة يا حاج اسطوحي ناوي تعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها ايه يعني؟ هيشوف لها بيع، اصلها في حاره كنزه وضلمه. ومين يعني هيشتريها غير واحد كحيان ومالوش متوي؟ هي قاعده لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتكلف حاجه. ايوه، وكل يوم الحاجه بتغلى وتمنها بيزيد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. كيف الأحوال يا عم سطوحي؟ شكلك غريب مش من البلد دي. إيه؟ أنت نسيتني يا عم سطوحي؟ أنا شرقاوي غفير الحاج سلام العمدة. أيوه، لا مؤاخذة. إذا نشرب الشاي. كتر خيرك يا عم سطوحي. بس الحاج سلام بعتني عشان عايزك دلوقتي حالا تروح له معاك العدة بتاعتك عشان تروق له الفرس الركوبة، وبالمرة تقص للجحش الصغير. بسم الله على مقامك. سلمنا على حضرة العمدة كتير قوي. قول له سطوحي بطل شغلانة قص الحمير ورمى العدة. انزل اشرب الشاي. رميت العدة؟ بتقول ايه؟ بطل الشغلانة ورمى العدة؟ زي ما بقول لك كده تمام يا حضرة العمدة. وقلت له ايه لما قال لك كده يا شرقاوي؟ أنا لا قلت ولا عدت. أصل الحال ما كانش عاجبني نهائي. قاعد مجعوص على المصطبة كده، كأنه عمدة. وحواليه ناس زي حضراتكم كده. وبيشربوا الشاي في كوبايات مدهة. الو، ايوه يا مجدي، هي ايه العبارة يا ابني؟ ايه اللي بيجرى بالظبط؟ يا والدي انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ احنا مالنا وماله؟ يكبر ولا يصغر، يشتغل ولا يسيب الشغلانه، ولا حتى يروح في داهيه؟ وبعدين احنا مالنا بيه؟ ده هو حتى بعيد عنك وعايش في بلد تانيه. ايوه يا حاج، قدر اللي انا فيه، قدر مسؤولياتي. انا مش فاضي الامور الصغيره دي. وبعدين سطوحي وابنه اول ايه بس؟ انا محتاجهم في شغلانه. معلش يا حاج، انا مطلوب عند المدير دلوقتي. مع السلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اسمه كلام يا معتمد يا ابني؟ الشقة دي لا تنفع للجواز ولا حتى للعزو ولا للطلاق. يا ساتر. غلطان الأخ معتمد، غلطان إنه يفرج عروسته على شقة زي دي أساس. أيوة، بس كل شيء ممكن يتصلح يعني. ده اسمه كلام يا معتمد يا ابني؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ما هو حضرتك يا سيدنا عندك علم بموضوع من أوله لآخره. أيوة معتمد يا ابني، أنا عارف كل حاجة، بس الشقة بالوضع اللي هي فيه ده ما تنفعش خالص. دي لازم تتوضب، وأحسن لك إن أنت توضبها دلوقتي بدل ما توضبها بعدين وتتكلف كتير. الله، خامات ومصنعية. أهم حاجة دلوقتي إن إحنا نصلح ما بينك وما بين عروستك وأهلها، وزي ما بيقولوا كده نرجع المية لإيه؟ لمجاريها. لمجاريها. طيب بالنسبة للعفش؟ العروسة يا ابني لازم تخش على عفش جديد. أيوة مولانا، بس العفش موجود. أنت بتسمي الكراكيب دي يا ابني عفش؟ تصرف فيها يا ابني، تصرف فيها زي ما أنت عاوز. أنا أقول لك الحل يا معتمد، احرقه. أحرقه؟ أيوة احرقه. الحل الوحيد للخلاص من عفش زي ده هو إنك تحرقه بدل ما تأذي بيه حد من خلق الله. احرقه يا معتمد. طب يلا بينا، يلا بينا، عشان الكنكبة دي خلتنا خلقنا. يا ساتر يا ساتر. صحيت ولا لسه يا عاطف؟ ادخلي يا نوار. صباح الخير. صباح النور. اخبارك وصلتني.
الحدوته لسه ما خلصتش. وايه اللي ما خلاهاش تخلص؟ مش الشقه طلعت قد الحق وانت قلتي لا خلصنا. مشايخ كلهم تحت وهو معاهم. رجعوا تاني يعملوا ايه؟ ما اعرفش. انا سبت لهم الدور الاولاني كله عشان ما اوجعش دماغي بالكلام اللي هيطلع من اوضه الضيوف. ايه العريس الغريب ده؟ فين اهله؟ فين ابوه؟ فين امه؟ ماتوا. والجماعه دول مهتمين بيه قوي كده ليه؟ على فكره شكله منهم بس من غير دقن. لا ما يبانش عليه. حتى لو باين الواد ده ما ينفعكيش. يا نوارة انت حلوه وربنا انعم عليكي بخفه الدم. محتاجه حد يحس بيك ويقدرك. انا هقولك على حاجه تخلصك من الواد ده خالص. قول يا اخويا. قولي له عاوز اشوف اهلك. بس انت مش معقوله تتجوزي واحد من غير اهل. هيقولك في الصعيد قولي ونسافر لهم. هيقولك بعاد والمشوار بعيد عليكي وهتتعبي. اقول له اذا ما كنتش هتعب عشان اهلك هتعب عشان مين؟ الله ينور عليكي. مبروك يا عروسه. خلاص اتفقوا. اتفقوا على ايه يا حدايه انت؟ شبكه ومهر وشقه جديده وعفش جديد وهيقروا الفتحه. بص يا عاطف، انت شاب طيب وابن حلال وعندك طموح وانا عايز اساعدك. ده عشمي في حضرتك برضه، وان شاء الله مش هتشوف مني الا كل حاجه خير. طب استنى بس لما تسمع بقيه الكلام. حاضر يا كابتن، معلش انا اسف. زمان مش زمان قوي يعني، وانا في القوات المسلحه كان القائد بتاعي راجل من الرجاله النادرين، كان حازم جدا، كان فخور انه راجل عسكري، كان عالم من علماء العلوم العسكريه. الله يرحمه بقى طالما كان. ايه الله يرحمه ايه؟ لسه عايش. الله يديله طول العمر. بس عايش كفيف. إصابة في حرب أكتوبر اللي هو كان بطل من أبطالها الكبار، في عملية من العمليات انفجرت قنبلة في جدار وقع على دماغه، عملت له نزيف داخلي وكان اللي كان. اتفضل. ربنا يشفيه. سيادة اللواء رشدي حافظ مش أي حد بالنسبة لي، بس هو معظم الوقت قاعد في البيت، نادرا ما بيخرج. أنا عايزك معاه. معاه اعمل ايه بالظبط؟ انا عايز ابقى مع سيادتك. يا ابني ما انت هتبقى معايا، مش هنبعد عن بعض. انا بس عايزك كل يوم الصبح تروح له البيت ومعاك الجرايد تقراها له وتتكلم معاه، تدردش يعني. صعبه دي؟ لا مش صعبه يا كابتن. وكمان فيها فايده ليك، قرايه الجرايد فيها نوع من الثقافه. انت مش قلت لي انك طالب اداب؟ ها قلت ايه؟ حضرتك عارف يا كابتن ان ما اقدرش ارفض اللي حضرتك طلب. عارف يا عاطف، لولا ان انا بثق فيك ومرتاح لك لا يمكن كنت اكلفك بالمهمه دي. وانا يا سيدي اللي هحدد لك المرتب بتاعك. واطمن، سياده اللواء راجل كريم جدا جدا. لا يا نواره كده ما يصحش. انت كنت موافقه عليه من الاول، واعتراضك كانت على الشقه، وهو اتعهد ان هو هيخليها لك زي الجديده. كده عيب بقى. ده مش هو بس اللي اتعهد، ده الشيخ شفيع والمشايخ اللي معاه. يابا الدنيا مش هتخرب لما ارجع في كلام. انا استعجلت في الموافقه وغلطانه، لكن لما فكرت وراجعت نفسي لقيت روحي مش عايزاه. ده بسبب وسوسه اخوك عاطف في دماغك. بقول لك ايه، ابني بره الموضوع خالص يا ربيع. ايوه يابا، عاطف ملوش دعوه، وبعدين انا في الامور اللي تخصني انا بسمع كلام نفسي. طب ما هو عاطف طول الوقت بيقول لي لا وانا قلت اه. هيبقى شكلنا ايه قدام الناس؟ وبعدين انا اديت كلمه للمشايخ، ودول ناس لهم اعتبارهم. شكلنا قدام الناس ايه بس يابا؟ هو احنا كنا عملنا خطوبه اصلا عشان نفسخها؟ وبعدين اللي بيجرى جرى على الناس كلها. يا بنتي ما تخليش الشيطان يركب دماغك، لازم تعرفي ان اللي موجود النهارده جايز ما يكونش موجود بعد كده. بصي يا نوار، كل يوم يا بنتي بيمر عليكي من غير جواز بيقلل من فرصتك. اللي قابلينا قالوا البنات زي الفاكهه، بتبقى غاليه وهي صبحه ونازله من على الشجر، بس كل يوم بيمر عليها بترخص على اليوم اللي قبله، وبعد كده بتفسد وبتترمي. خلاص يابا، خلاص يابا، خلاص يا تغريد. هو انا نطقت يا اختي؟ كنت انطقي، يمكن كنت تقولي حاجه عليها الطلق. اقول ايه؟ انا بقيت خايفه على نفسي اكتر منك. اهو اللي بيجرى عليكي بصيره في يوم من الايام هيجرى عليا، ويمكن اوحش. ليه بس يا ربي؟ يتكتب على بنات الناس الغلابه انهم يتباعوا بيع الفاكهه البايره والخضار البايت. هو
قومي يا بنتي ساعديني عشان اطلع العربيه. شد على الله. امال فين عاطف يا عم ربيع؟ الله اعلم. قوم يا دايما، قوم يا عمك ربيع، ايدك مع ايده لحد ما يوصل محل اكل عيش، انت فاهم يا ولا؟ حاضر يابا. كتر خيرك يا عنتر، ربنا يبارك لك فيه. كتر خيرك يا ابني، روح انت يا ايمن. الناس لبعضها يا عم الحاج. ايوه يا ابني، بس انت ذنبك ايه؟ كل بني ادم وراه مصالحه. لما انا خلصت شغلي وكده كده انا خارج من الحاره. اه افتكرت انت كشاف النور اللي... ايوه بالظبط انا هو. وعزه الله يا ابني، انا من ساعه ما شفتك وانت عندنا في البيت قلبي قال لي انك جدع طيب وابن حلال ومتربي. ما تاخذنيش يا ابني، انت اسمك ايه؟ احمد درويش. مش عارف اقول ايه يا سي احمد، لولا ان سنك صغير كنت قلت عليك انك من الزمن القديم. اصل هو مين بيساعد الناس الكبار في الزمن ده؟ سعيد، انا والمسؤولين عن عمليه الحمير سعداء بادائكم انت وسيد الوالد. والله يا فندم احنا ما خلينا فوق جهدنا جهد، احنا تقريبا كده فضينا مصر من الحمير، ما بقاش فيها بقى غير الحمير العدمانه واللي يا دوب بتمشي بالعافيه. دي مساله واضحه. وما خليناش سوق فيك يا مصر، لا في ابل ولا في بحري الا لما رحناها مره واثنين. اهم حاجه بس اللي حضرتك تكون راضي عننا. زي ما قلت لك انا راضي والكل عندنا راضي، ودي عمليه ناجحه بالنسبه لينا، لان الصفقه دي كانت بتنافسنا فيها باكستان وطلعت اشاعات ان الحمير بتاعتنا مش ولا بد. لا اسمح لي بقى يا فندم، حمير باكستان حاجه وحميرنا احنا حاجه تانية خالص، ده كفايه نوع الحصاوي ده بقى اكيد مش موجود عندهم. طبعا والدك مش مصدق نفسه، النسبه والعموله بتاعتنا. الفضل لربنا ولسيادتك، ربنا خلى سيادتك السبب في النعمه اللي حطت علينا. بس ايه يا سعيد؟ جناب العمده والد سيادتك يعني اتعامل مع والدي معامله فيها قوه شويه. انا عرفت بالحكايه دي وعرفت ان ابوك زودها شويه في القبه، انت عارف طبع الفلاحين وكل دي حاجات صغيره. على كل حال يا فندم جناب العمده هو كبيرنا وتاج راسنا برضه. متشكر يا سعيد. قبل ما تسالني على الوظيفه بتاعتك انا عايز اتكلم معاك بخصوصها. اه والله يا سياده اللواء، هي دي بقى الحاجه اللي اهم من الفلوس بجد. بلاش تستعجل. حابب تشرب يا فندم؟ تشرب يا سعيد. قهوه مظبوط. يبقى 2 قهوه مظبوط. خلينا اشوف لك الوظيفه الممتازه، ودي حاجه عاوزه وقت. احنا صحيح جهاز حساس لكن مش في مقدرتنا نقول للشيء كن فيكون. يعني معنى كده ان انا هرجع البلد تاني واقعد على المصطبه من جديد؟ اطمن، لا هترجع البلد ولا هتقعد على مصطبه. انت عندك سكن في القاهره؟ وانا طالب كنت واخد اوضه بين السرايات، ممكن اشوفها ولو مش فاضيه ممكن اشوف زيها. لا لا، بين السرايات ايه؟ اللي ينفعك وانت طالب لا يمكن ينفعك وانت مهندس وله مركز. يا ريت ده يحصل يا فندم والله، ساعتها مش هنغلق. شوف يا سعيد، احنا لغايه لما نلاقي الوظيفه المناسبه انت هتكون شغال معايا. شغال مع حضرتك في ال... لا مش في ال... هتكون شغال معايا انا شخصيا، شغل خاص بيا. انت عارف مشاغلي، فانت هتتابع شويه مصالح مهمه ليا، ومرتبك هيكون قد مرتب المهندس العادي مرتين. تمام يا فندم، بس ده مؤقت مش كده؟ اه طبعا. طب يا فندم الشغل ده هيكون مكانه فين؟ كل حاجه هقول لك عليها، بس الاول دور لك على سكن مفروش مؤقتا بسعر مناسب، ويا ريت يكون في مصر الجديده او مدينه نصر عشان يكون قريب من الشغل بتاعك. طب لو مؤاخذه يا فندم، هي طبيعه الشغل ده هتبقى ايه بالظبط؟ كل حاجه في وقتها، بعد يومين كلمني وابتدي دور على سكن من دلوقتي. الليالي المرزقه بتبان من اولها يا عاطف. معلش احنا برضو كان الحال واقف عندنا في الشغل كده بالظبط. قمت قلت للعيال يلا يا ابني انت وهو بيتك بيتك. لما في زبون عايز ياخد حته كنافه شكك. معلش يا عاطف، الليالي الناشفه اللي زي دي لازم الواحد يدوس عليها. يدوس عليها ازاي يعني؟ هلس. مش فاهم. مش فاهم ايه يا عاطف؟ الله، ادام مفيش شغل يبقى فيه هلس. جرى ايه يا عاطف؟ انت عمرك ما هلست قبل كده ولا ايه؟ الحريم يا جدع. لا عمري ما عملت كده في حياتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، في السن دوت ولسه ما شفتش حريم؟ أنا لسه بسلوفانت يا رجب. معلش،
معلش يا عاطف، ادي حال الدنيا، اللي تحسبه فرعون يطلع موسى. بعد اذنك. رايح على فين؟ ما تقلقش، نص ساعه وراجع لك. دي مصلحه بس كده، اوام اوان. السلام عليكم. مبسوطة مبسوطة. ايه ايه يا فرخ؟ عاوز ايه؟ عاوزك يا منيلة بتمانين نيلة. عجايب، واحنا مش سبق وما اتفقناش؟ انا عن نفسي مستكفي يا روح امك، انا عاوزك لواحد صاحبي. يخرب بيت اللي جابوه، انت ناوي تشتغل شغلانة عفشة دي؟ فشر يا مدودة، ده انا موت من الجوع ولا اشتغلش شغلانة عفشة زيك. هي كل العبارة ان في واحد صاحبي ملوش في الحريم خالص وعايز اقدم له خدمة. ما هي بتبتدي في الاول خدمة وبعد كده بفلوس. مبروك عليك، بس انا لا. مش فاهم يعني. انا مش من اياهم يا فرخ، ولو كنت من اياهم كان زمانك لقيتني في كافيتريات واوكندات وسط البلد، وعلى عينك يا تاجر، مش ناقصني حاجه، كام هدمتين عادين وصباع احمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وايه اللي حايشك يا اللي متبغداده؟ الله، ما انت طول عمرك شغاله في العفش والرخيص. بمزاجي، حره نفسي، اللي يعجبني اقول له اللي ما يعجبنيش اقول له لا. مبسوطه؟ صاحبي اللي بكلمك عليه عذراء، ابيض يا ورد، يعني اي ست تدفع فيه فلوس. وانا مالي هيدفع؟ انا عايز اعمل له مفاجاه، والحساب عندي وبزياده. الله يكسك يا ابن اللي ملهاش اسم في الدفاتر. شكله ايه صاحبك ده وفي اي دهي؟ قومي بس الاول البسي هدمه نظيفه واشطفي نفسك بدل ما تخش عليه زي يومين الغوله. اذا كان عاجب 5 جنيه مجمده وباخد مقدم. يلا بيت. جبت لك العروسه. مين دي؟ الحريم. دي حريم؟ والله ايوه. وجايبها تعمل ايه هنا؟ جايبها عشانك. عشان انا؟ دي المصيبه السوداء. عشان تهلس. هلس مع دي؟ مالها دي؟ عايز نقطف لك من فوق الشجره يعني؟ احنا اللي عندنا اللي موجود، وقيع من تحت الشجره. عاجبك شيل من على الارض، مش عاجبك عض في الارض. اسمها ايه؟ مبسوطه. مبسوطه من ايه؟ لا هي هي اسمها مبسوطة عاطف، هي اسمها كده. اسمها مبسوطة. يلا يلا بقى، شوف لك اي ركنة ضلمة وخلص امورك فيها. يلا بقى ما تبقاش كلح بقى، زق عجلك يلا. خلصونا بقى. على فين؟ ارجع لي بالسلامة يا حبيبي. يابا كله يدلع نفسه بالعقل وبالاصول، اوعى تدلعها زياده لا تشمت فيك عزول. يابا يابا كله يدلع نفسه. تي ترارا ترارا. ايه تمام. ريحتها عامله زي ريحه المعيز. معيز؟ نبي انت ولا بتفهم بالفازليمه اللي متنعكشه في شعرك دي. يا عاطف، البت بتاعت اول مره عمرك ما تنساها، حتى لو نمت مع بت ملك الجان. ما ان شاء الله رجب للنعجه تصحى ما تلاقيناش. استني خدي حاجه حلوه. يا عاطف يا عاطف يا ابني، الحقنا يا ابني الحقنا. الشيخ عبد المجود مؤذن الجامع ما جاش، وعايزينك انت تأذن صلاه الفجر. انا ما شاء الله فرخ. طب ابو عاطف معلش استأذن انا بقى، معلش ربنا معاك. السلام عليكم يا عم الحاج، صباح على خير. بيقول لك اذان، يلا على الصخر. هاتي حته بسبوسه يا بيه. يلا يا ابني
فضل دقايق على اذان الفجر. يا عم الشيخ انا مش هينفع اخش الجامع ومش هينفع ارفع الاذان وادن انت. انا هو انا فيا نفس يا ابني ان انكر الاصوات؟ طب ما تمشيها من غير اذان الليله. ما ينفعش. وانا كمان ما ينفعش. لو الشيخ شفيع في الوضع اللي انا فيه دلوقتي حالا ما كانش قادر يرفع الاذان. بص يا عبد الباسط، جيب الراديو ده على اذاعه القران الكريم، الاذان هيبدا بعد شويه، كل اللي عليك ان انت تحط الميكروفون جنب الراديو. انا مش فاهم انت مش عايز تبدا ليه؟ هتكسر صوابع الريق. الحق يا عم الحاج عشان الناس تقدر تصلي. مخرب بيتك يا راجل بفرخ، انت السبب في كل الحاجات دي. دفيت الخمسة جنيه في عيبك ونامي، صباحك زي وشك. باصص لي فيها؟ المرة الجاية بروح انت. الحقني يا رجب! يا نهار اسود! ايه في ايه؟ رئيسة! ست وصيلة! ست وصيلة! مالك يا رئيسة حاسة بإيه؟ يا رئيسة! في ايه مالك حاسة بإيه؟ اجمدي ناخد نفسي شدي حيلك ان شاء الله سليم. صحت نار يا ولية صحت. انت اللي جالها سترها مبسوط؟ اصحى اتأمل منك ليه؟ اصحى يا بني ادم انت هو تعالوا ساعدوني. يلا يا براح براح حد يسمع يجيب تاكسي ولا اتنين على اول الشارع يلا. تاكسي مش هيدفع لازم اسعاف نقول لهم مش هيدفع مش هيدفع حد يوصل المستشفى. هات ميكروباص يالا ميكروباص باب جرار. ألف سلام عليك يا كبير. يلا يلا سلام عليك يا كبير. صباح الخير يا بابا. سبحان الله، هو في كورة بدري كده؟ لا مفيش. أمال إيه؟ رايح الكلية ياك؟ ولدي. أمال اللي برايح فين يعني؟ شغلانة. شغلانة؟ ودي شغلانة إيه دي اللي جت على غفلة؟ في أي حكومة ولا في أنهي شركة؟ لا حكومة ولا شركة. لازم طابونا بقى. بابا انت ليه محسسني ان انا عيل صغير؟ يعني لازم تقول لي روح وتعالى. لا ده انت كبرت ما شاء الله وبقيت حاجه، بس ما كبرتش لدرجه انك تخبي عن ابوك شغلانه انت مسكتها. على الاقل قول علشان نفرح لك. هشتغل في بيت محترم عند راجل محترم. بيت محترم وراجل محترم مرمطون يعني؟ يوه مش كده، على الصبح الناس بتقول يا فتاح يا عليم. هو شغل البيوت هيكون ايه غير كده؟ هشتغل سكرتير خاص. تعرف يعني ايه سكرتير خاص؟ لا والله ما اعرفش. مع شكاية ما كنتش عايز اقولك. ماشي لكن هتسد ازاي على ثلاث حتت؟ لا يا ربي دول حتى اربعة، السكرتير الخاص والكلية والكورة والعربية اللي بتأكلنا عيش. لا العربية اللي بتوكلنا عيش دي انا ما بقتش تنفعني، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده ومستنيك تقولي لقيت حد مكانك. سلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بابا. صباح النور. شفت الشاي؟ ملوش لزوم. يلا مين فيكم اللي هتعجن ومين اللي هتعمل الشربات؟ أي واحدة فينا. كلمت معاطف يا بابا. وإيه فايدة الكلام يا بنتي؟ إذا كان كلامي ما بيدخلش ودانه من الأصل. امبارح الحارة كلها بتتفرج عليا وأنا مش قادر أزق العربية وابني مش معايا. لولا الله يكرمه الجدع كشاف النور اللي اسمه أحمد هو اللي نجدني. ما باين عليه ابن حلال ياب. وعنده عزة نفس لما عملت له طبق مشكل إكرامية يعني علشان اللي عمله معايا، زعل وسابني ومشي. ما راحش بعيد، اهو مصيره يرجع يقرا العداد. ساعتها نرد له بجميل ونكرمه على قد ما نقدر. ولا ايه تغرير؟ مين عارف؟ بتوع النور كل يوم في منطقة. بني ادم بحقه وحقيقي.
ماهوش زي ناس تانية، شكل بني آدم وفعل فعل جاموسة ذكر. خليكوا بعيد، انا مش ناقصه. احمدوا ربنا ان انتوا لحقتوها. الله يعمل بيتك يا رب، الله يعمل بيتك. ربنا يكون بخير. خليك بعيد. انتوا تحمدوا ربنا، الست اللي انتوا جبتوها دي زعق لها نبي، وربنا اكرمها باتنين دكاتره عندهم ضمير وبيخافوا ربنا وما بيفرقوش ما بين المريض والتاني، ولولا كده كان زمانها بقت مرحومه. طفي من بقك، يعني هي بقت كويسه نقدر نطل عليها؟ لا يا حلوه، ربنا يلطف بيها. الست دخلناها العنايه المركزه ومحتاجه مصاريف كتير، بصريح العباره كده الاقتصادي هيكلفكوا كتير قوي. انقلوها المجاني او دبروا لها فلوس لو معاكوا فلوس. طب دلوقتي يا حضره الحكيمه معلش، يعني العلاج الاقتصادي ده يطلع بقد ايه؟ من 2000 ل 3 حسب المصاريف، رسم القلب والموجات الصوتيه والادويه واجره الاوضه. الفلوس موجوده يا ستش الحكيمه، ندفع فين؟ في الخزنه. طب لو عملنا عمليه تتكلف كام؟ ما ينفعلهاش العمليه، ست تقيلة زيادة عن اللزوم، ملهاش غير الأدوية والأعمار بيد الله. بنت مبسوطة؟ أنت معاكي الفلوس الكتير قوي دي يا بنت؟